موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري: مبارك لكم يا أسود الكرة العراقية، وأنتم تحققون إنجاز بتأهلكم المستحق إلى أولمبياد باريس 2024. لقد أثبتتم إنكم على قدر المسؤولية، فلكم منا كل التقدير والاحترام، ومن فوز إلى آخر أيها الأبطال، يا من رفعتم اسم بلدكم عاليا. شرطة واسط تواصل عمله الوقائي لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. القبض على شبكة خطف وابتزاز أفرادها من جنسية أجنبية في بغداد. الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم قام برمي رمانة يدوية على عجلة تحدي المواطنين شرق بغداد. شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين مطلوبين بالقتل والإرهاب. الشرطة الاتحادية تعثر على مواد وأدوات تفجير بمنطقة الصعيوية في سامراء. الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 21 متهما في بغداد وبابل. القبض على 3 مطلوبين بتهمة المخدرات بحوزتهم أسلحة غير مرخصة في بابل. شرطة ميسان القبض على 3 متهمين أحدهم بالإرهاب وضبط أسلحة غير مرخصة. الشرطة الاتحادية القبض على 13 متهما بقضايا قانونية مختلفة وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد وبابل وواسط. القبض على شخصين لقيامهما بإطلاق النار في الفضاء في بغداد الرصافة. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تضبط أسلحة مختلفة داخل أحد الدور في بغداد. مديرية مكافحة الإجرام الإطاحة بممتاز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في بغداد. شرطة الطاقة تلقي القبض على 3 متهمين وتضبط مركباتهم في الأنبار وبغداد. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته. تحياتي الإعلامي علي الدلوي.